قرص بالزبادي اللي هي ايه، عبارة دقيق ملح وفلفل خميرة، عندي مية للعجين، زيت نباتي، زبادي، سكر، عندي معلقة صغيرة ونص بيكنج باودر، والحشو عندي جبنة بالبقدونس. عندي الجبنة اهي، وادي البقدونس. تخمر على ما اخلص. عندي دقيق، خميرة فورية، ملح، بيكنج باودر وسكر، زيت، زبادي اهو كده. يبقى شوية مية، وندور عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدرنا على الشاشة قدام حضراتكم. سنة مية بسيطة خالص عشان تلم مع بعضيها. بعرف ازاي العجينه تجنست مع بعضيها لما بتلم كده وتبقى المكنه نظيفه. اهي تنزل دي العجينه، هنخليها تخمر، نشد عليها استريتش او فوطه نظيفه. كده هنا هنديها شوية فلفل حرق لو مش عايزين تحطوا فلفل ما تحطوش، عايزين تحطوا فلفل ألوان حطوا فلفل ألوان. وعامة ده مش حامي، الفلفل ده مش حامي، حرق بس. وكده بنحشي الفطيرة بتاعتي. شوية زيت زيتون، كده طيب.